سليمان ما عندهاش مش تخجل، اللي ضايع البريباراسيون من الاول لازم يتحمل المسؤوليه. اليوم احنا تقريبا انت خذينا ترون مارش بعد 3 اسابيع، هذا 4 اسبوع، الفريق ناقص زاد بشريح، نحاولوا احنا والاداره باش نوفروا، نشكرهم يحاولوا باش يوفروا. اليوم شفنا 4 ملاعبيه تقريبا على دكه الاحتياط، فماش العنصر الاجنبي اللي قاعد يعمل فارق كما اليوم في شفنا في اولمبي الباجي، زوز اهداف يفترقوا. اولمبي الباجي لعبت كاف بعد جات هنا، مبروك عليهم 3 نقاط. نشوفوا احنا اليوم سليمان قاعده توري في حجم لعب كبير، لعب في مباراه باهيه، لكن انت ما تعرف النتائج هي قوام الاعمال. احنا علينا كان نخدموا، فما فتره توقف باش نحاولوا ناهلوا الملاعبيه الجدد اللي قاعدين تو لبرا وجبناهم، باش ان شاء الله مباراه بن قردين تكون ان شاء الله في ملعبنا، نحاولوا ناخذوا بزمام الامور من مباراه بن قردين اللي باش تكون لنا ان شاء الله باذن الله على ارضيه ميدانها بعد فتره توقف باش نخدموا فيها ان شاء الله.